كيف تضبط المنبه في الآيفون؟ تقدر بشكل مختصر جدا تطلب من سيري هالشيء، مثلا قول لها يا سيري عين المنبه على الساعة 8 صباحا. إذا تبي تعدل إعدادات المنبه اضغط على أيقونة الساعة ثم أيقونة المنبه، اضغط تحرير ومنها تقدر تعدل الإعدادات. تقدر تختار التكرار اللي تحبه، مثلا تقدر تخلي المنبه يشتغل فقط أيام الأحد أو الثلاثاء، أو مثلا أيام الدوام الأسبوعي فقط. تقدر أيضا تعطي المنبه عنوان، مثلا تذكير بموعد حصة اللغة الإنجليزية. تقدر تغير صوت المنبه وتختار بين عدة نغمات. وأخيرا تفعل أو تعطل خاصية الغفوة. شكرا للمتابعة ومع السلامة.